للحديث اكتر عن هذا الموضوع مع كمان اطلاله على موضوع قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، بينضم لي على الهاتف دكتور طارق الادور الناقد الرياضي والكاتب الصحفي في الجمهوريه والمتخصص اكتر في هذا الشان في الكره الافريقيه. دكتور طارق مساء الخير على حضرتك. اهلا بيك، مساء الخير ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. طيب بدات الاول بالحديث عن التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اللي هتجرى ان شاء الله يوم 29 يوليو من نهايه هذا الشهر الجاري. تعليقك على هذا النظام والتصفيات واللي اختلفت عن تصفيات مؤهله لروسيا الى البطوله الماضيه. هو بص الحقيقه يعني ان اختلاف النظام رجع للنظام بتاع البطوله قبل الماضيه. اختلاف النظام ده بيخلي في مواجهه فاصله مع منتخب من المنتخبات الكبيره، لان اخر 10 منتخبات بيوصلوا بيلعبوا 5 ضد 5 وبيلعب الفريقين مباراه على ملعب كل فريق. فدي المرحله الصعبه. لو تذكر ان في 2014 كنا تجاوزنا المجموعه ووصلنا للدور الحاسم ده مع 10 منتخبات بيلعبوا 5 ضد 5، فوقعنا بغانا. اما وقعنا بغانا طبعا بالظبط تتذكر الموقعه الشهيره اللي خسرنا فيها 1-6، كانت ذكرى سيئه اكره. بالظبط، وكسبنا 2-1 في القاهره فما قدرناش نتاهل لكاس العالم. النظام ده فيه ميزه وعيب. الميزه اللي فيه ان انت مش هتلعب عدد كبير من المباريات، انت كل المباريات اللي هتلعبها هتلعب، لان طبعا مصر ضمن افضل تصنيف ل 26 منتخب، هو ال 26 منتخب الاوائل في التصنيف هيجنبوا من اللعب في الدور التمهيدي الاول. فبالتالي ال 28 فريق اللي هم من ال 27 حتى ال 54 ضمن ال 54 دوله كامله دول اللي هيلعبوا في المرحله الاولى للتصفيات اللي هو الدور التمهيدي. تمام. احنا مش هنلعب فيه، هنلعب ايه؟ في الدور الثاني اللي هو المجموعات اللي فيها كل 10 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 منتخبات، فهنلعب 6 مباريات ثم مباراتين حاسمتين اللي هما المباراتين بقى اللي هيبقوا فيصل بعد وصول 10 منتخبات للدور الاخير. يعني معنى كده ان منتخب مصر هيلعب 8 مباريات بس من الاول للاخر، مفيش غيرهم، هما 8 مباريات فقط. بالظبط. هيتاهل على طول ان شاء الله الاول والثاني، يعني الاول منهم الى المجموعه. لكن مهم جدا يا دكتور طارق واحنا بنختم مباريات المجموعات يكون مصر تصنيفها اعلى 5 منتخبات افريقيه، عشان لما تلعب النوك اوت في المرحله الاخيره تقدر تلعب مباراه العوده على ارضك وانت ساعتها محقق نتيجه ايجابيه خارج ارضك. لا ده كمان بقى صح، انت كلامك صح، بس في عنصر اهم كمان اللي هو ان انت مش بس انك تلعب مباراه على ارضك، انك تلعب مع فريق اقل تصنيفا. الخمسه المصنفين الاوائل مظبوط دول هيلعبوا مع الخمسه المصنفين التواني. فانا اللي حصل في 2014 اننا كنا ضمن التصنيف الثاني فوقعنا في فريق قوي اللي هو غانا. بالظبط. كنا وقعنا مثلا في احنا مصنفين الخمسه الاوائل كنا وقعنا مع فريق زي اثيوبيا ساعتها، اثيوبيا اتاهلت للعشر الكبار دول. فاحنا وقعنا في منتخب ثقيل، فلازم انت تطلع في الخمسه الاوائل تكون مصنف في الخمسه الاوائل عشان تقع في منتخب مستوى اقل شويه. اكيد. طيب الجزئيه الثانيه قرعه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه وكانت فيها مفاجات مش في المباريات اللي هتتلعب لكن التصنيف وكيفيه اجراء القرعه كان فيها نتائج غريبه شويه او قرارات غريبه شويه. يعني مثلا في دوري الابطال تم اعفاء 3 انديه فقط حسب التصنيف، الترجي والوداد ومازيمبي. في الكونفدراليه تم اعفاء 11 نادي من التصنيف ابرزهم هيكون ثالث الدوري المصري من الادوار التمهيديه. ايه الاسباب اللي خلت القرعه او المباريات التمهيديه المره دي غير اللي ما كان بيحصل في اخر 5-6 بطولات؟ بص هو اللي خلى كده هو مفيش تعديل في النظام ولا حاجه، مش عارف ليه الناس عندها انطباع ان تم تعديل النظام بحيث ان مثلا فريق زي الاهلي له نتائج متميزه وهو المتصدر للتصنيف الافريقي يلعب في الادوار الدور التمهيدي زي النجم الساحلي كمان. بالظبط، اول مره في التاريخ بالظبط فريق اللي هو النادي الاهلي هيلعب من تاريخه من الدور التمهيدي الاول ده اول مره. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المفترض، وده يمكن ناس كتير مش متفاهماه قوي، لو جت الانديه الافريقيه بالكامل، يعني احنا عندنا 54 اتحاد افريقي، لو جم بالكامل كلهم وشاركوا في بطوله دوري الابطال وكلهم شاركوا في دوري في البطوله الكونفدراليه مش هيكون في ولا فريق هيقف من الدور التمهيدي. طب ازاي؟ هقول لك بقى ازاي. هم عملوا حسابهم ان 54 دوله افريقيه موجودين منهم ال 12 الاوائل اللي بيصعد منهم الاول والثاني، بقيه الانديه بقيه الدول كلها بيصعد الاول بس. اعلى 12 اتحاد في التصنيف بيبعت اسم الاول والثاني في الدوري.
بالظبط الاول والثاني في الدوري، ونفس الكلام في الكونفدراليه ال 12 او على 12 فريق بيطلع الاول والثاني، او يعني ايه بيطلع مثلا بطل الكاس وثالث الدوري او الثالث والرابع، او الثالث والرابع زي ما احنا قررنا كده عشان ما لعبناش كده. ففي النهايه بهذا النظام، النظام اللي انا بقولك عليه ده، لو انت قلت ان اثنين من ال 54 دوله 52 هيوصلوا وال 12 الاول اول وثاني، هيبقى عندك العدد الكامل اللي هو 64. اللي حصل في البطولات اللي فاتت كان عدد الدول اللي بيلعب او بيشارك اصلا، مثلا على سبيل المثال السنه اللي فاتت لغايه السنه اللي فاتت كان مشارك كام نادي؟ 59 نادي، تمام، هو في خمس انديه، فكان بينهم النادي الاهلي اللي هو في التصنيف اعلى خمس انديه. بالظبط، تمام، اعلى خمس انديه، خلي بالك في اخر خمس سنوات، اخر خمس بطولات، اخر خمس سنوات بس، مش تمام مدى، لان لو كنا بناخد الاعلى الخمسه في التصنيف بشكل عام كان لازم الاهلي هيجي بينهم، لان لازال الاهلي، والاهلي على فكره لو بعد حتى ترتيبه الرابع قادمه لازال هو المصنف الاول في التاريخ، لكن مش في اخر خمس سنوات. اخر خمس سنوات لما الاهلي خسر النهائي والسنه اللي فاتت خرج حتى من دور الثمانيه، فتراجع الاهلي للتصنيف بعد الناديين الثلاث انديه اللي هي كانت موجوده اعفيت، اللي هي مازيمبي والفريق الترجي والوداد، نهائي الترجي والوداد اللي هم وصلوا للنهائي بتاعه. ده حتى سان داونز اللي فاز بالبطوله 2016 مش من اعلى خمس انديه في التصنيف، مش من اعلى برضه بالظبط، هم الثلاثه بس اللي اعفيوا، اللي هم زي ما قلنا مازيمبي والوداد والترجي. فطبعا النادي الاهلي لعب من الدور الثمانين. في نفس الكلام ال 11 نادي اللي هم تم اعفائهم من المشاركه في الدور التمهيدي في الكونفدراليه. ايه ال 11 نادي دول خدناهم ازاي؟ بيشوف التصنيف بتاع اخر خمس سنوات. فجه من ضمن المصنفين سواء الثالث او الرابع في عندنا في مصر اللي هم مين بقى؟ خلي بالك لا زال حتى الان محدش عارف مين الثالث. بالظبط، محدش عارف مين الثالث، لان ممكن ايه؟ ممكن دلوقتي ده فرض جدلي ان مثلا الزمالك يخسر من الاسماعيلي ويخسر من الاهلي، الزمالك هيبقى ثالث هيلعب في الكونفدراليه، او يتعادل مع الاسماعيلي ويخسر من الاهلي هيبقى ثالث برضه. برضه لان لازم الزمالك عشان يعدي بيراميد ياخد نقطتين على الاقل، لان لو تساوى معاه في الرصيد بيراميد كان فايز على الزمالك في مباراه في المواجهات المباشره، في المباراه في المواجهات المباشره فايز عليه، فبالتالي لازم الزمالك عشان يعديه ياخد نقطتين. فشوف احنا بنحسب حسبه ازاي الوقت كده في هذه الحاله، حتى لو الاهلي كان بطل الدوري وهو اللي لعب في دوري الابطال، ما احنا ما نعرفش مين الثاني اللي هيلعب في دوري الابطال، تمام، ولو الزمالك ما نجحش في انه يحتل المركز الثاني ولعب في الكونفدراليه هيلعب في الكونفدراليه مع المصري. فالفريق الاول في الكونفدراليه دي اللي هو المصنف الاعلى ده هو الفريق الوحيد اللي هيعفى من اللعب في الدور التمهيدي. وهل تتخيل ممكن يكون بيراميدز هو ثالث الدوري والوحيد اللي مش هيلعب دور تمهيدي؟ بالظبط، يعني ممكن تخيل ولم يسبق له المشاركه في البطولات الافريقيه من قبل، ما سبق له، لكن هو ايه عشان 11 بس. بالظبط، اتصنف الفريق المصري اللي هو الاعلى تصنيفا عشان الاتحاد المصري تصنيفه اعلى 12 اتحاد. بالظبط كده، اتصنف ان هو هيبقى يعفى من اللعبه في الدور التمهيدي اكيد. فده السبب اللي خلى الناس فاكره ان النظام اتعدل، لا هو النظام ما اتعدلش، ولكن من ناحيه ان النادي الاهلي طبعا ابتعاده عن اللقب فتره طويله وان هو لم يكن في السنوات الخمسه الاخيره ضمن الثلاثه الاوائل، وزياده عدد الانديه، يعني احنا كنا عارف من خمس ست سنين كان عدد الانديه اللي بيشارك حوالي مثلا 51 52، فكان في مثلا عندك 10 مساحه فرصه ان انت تحط انديه اخرى في الدوري التمهيدي. بالظبط بالظبط، لما بيزيد العدد بيجي عدد الانديه اللي بتعفى، فوصل في اخر مره عشان احنا 61 نادي السنه دي لاعلى عدد من الانديه يشارك في دوري الابطال او في اي بطوله افريقيه في التاريخ، 61 نادي. اكيد ثلاثه بس هم اللي تم اعفائهم، وبالتالي النادي الاهلي بكل الاحوال لو شارك هيكون من الدور التمهيدي. اكيد ان شاء الله تنطلق المباريات الدور التمهيدي 10 اغسطس ومباريات العوده 23 او 24 او 25 اغسطس. دكتور طارق الادور، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه الافاده في قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، وايضا كمان تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2022.